تطبيق استراتيجية الطبق البيض. هيا نبدأ. ابدأ يا عامر. هل يوجد سؤال يا عامر؟ لا. لا يوجد سؤال. حظاً أوفر يا عامر. السؤال يا جوري. حاولي نشوف إيش هو السؤال. تفضلي. خذي جائزة يا جوري بدون سؤال. مبارك. تحيوها. يلا. يلا مريم. السؤال يا مريم. يوجد سؤال. تفضلي. حاول نقرأ السؤال. جدي المفعول به. رح أعطيك يا مريم جملة ورح تحكي لي أين هو المفعول به. كتب الطالب الدرس. من هو المفعول به؟ فكري ثم أجيبي. هل إجابتها صحيحة؟ حيوها يا مس. يلا بسرعة جائزة. هل يوجد سؤال يا سارة؟ نعم. يلا يا سارة نأخذ البطاقة. يلا ما هو السؤال؟ الآن رح أعطيكي جملة وتحكي لنا مين الفاعل الموجود فيها. رسم الفنان لوحة. من هو الفاعل؟ عندنا رسم الفنان لوحة. هل إجابتها صحيحة؟ أيوها يا ابدأ. يلا. هل يوجد سؤال؟ لا. لا يوجد سؤال. حظاً أوفر. ابدأ يا غزال. هل يوجد سؤال؟ لا. لا يوجد سؤال. حظاً أوفر. يلا محمود. هل يوجد سؤال؟ نعم. اعطي البطاقة لمحمود. يلا محمود نقرأ. السؤال اكتب جملة فعلية. اعطيني يا محمود من عندك من ذاكرتك جملة فعلية. هل كتب الطالب الدرس جملة فعلية؟ حيو. يلا يا محمود روح اختار هدية. حيو ناس. مبارك. حظا اوفر يا بشرى. غزل. حظا اوفر. لا يوجد سؤال. حظا اوفر. شكرا. نبدأ. نختار السؤال يا يوسف. نقرأ. هات فعل أمر. يلا فعل أمر من ذاكرتك. العب. هل إجابة العب هي إجابة صحيحة؟ لا. يلا بسرعة. مبارك. هل يوجد سؤال؟ لا. لا لا يوجد سؤال. شكرا يا أحمد. اقرأ سؤال عمر. يلا يا عمر خذ جائزة يا عمر. ما إلك سؤال. مبارك. حيو لعمر. بس اختار جائزة. هل يوجد سؤال يا عامر؟ لا. لا يوجد سؤال. حظا أوفر يا عامر. يلا مايا نختار السؤال. نسمع السؤال يا مايا. هاتي من ذاكرتك يا مايا فعل أمر. أي فعل أمر من ذاكرتك؟ يلا اعطينا فعل أمر. اقرأي. اقرأ. هل إجابتها يا رابع اقرأ صحيحة؟ لا. أيوة. يلا يا مايا نختار جائزة. مبارك يا مس. حظا اوفر. حظا اوفر يا بشرى.